أقول تدرين عقب الرؤية بيصير في ضرائب على الذهب، اشتري ذهبك من الحين حتى لو توك مخطوبة. يا رجال سوق الأسهم ذا اليومين مضروب، الهوامير كلهم بيعين أسهمهم، الوضع مع الرؤية يخوف. انحش. إزعاج إزعاج يا جماعة الخير، إزعاج في المجالس طالعين لنا، في القهاوي طالعين لنا، وفي السوشيال ميديا طالعين لنا. رؤية، تحول، توازن، خصخصة، ولا يجولك بكيبي آيز بعد. ما عرفنا اللي بالعربي نعرف الإنجليزي. مع كل ذا الإزعاج قررت أشوف نص كاس الكوب المليان، المثل ذاك اللي أزعجونا فيه، وأقرأ أحاول أفهم وش السالفة قبل لا نروح فيها، خصوصا مع القرارات الجديدة اللي قاعدة تطلع كل يومين، زيادة أسعار بنزين وسوالف ما تخلص. شف شف، رؤية 2030 تتلخص في ثلاث أشياء: محاور وبرامج وركائز. واضحة هذه كل الرؤية، محاور وبرامج وركائز. خلوني أسولف لكم عنها. المحاور هي الثلاث أهداف الأساسية، سمها أحلام لو تبي، نبغى نوصل لها إن شاء الله في سنة 2030: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتحت كل واحدة من هذه المحاور قيم معينة ومجموعة من الأهداف. خلونا ناخذها حبة حبة. مجتمع حيوي، لا مو بحيوي يعني يستحي. هالمحور يتكلم على أننا كأفراد متعايشين ومفتخرين بديننا وهويتنا. واحدة من أهداف هالمحور أنه يصير عندنا ثلاث مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة في العالم. وخمس أهداف أخرى: اقتصاد مزدهر، هذا المحور حق الدراهم، يشرح كيف الاقتصاد بيوفر لنا فرص أحسن وبيفتح الأبواب لنمو القطاع الخاص يعني الشركات والمؤسسات، وبيدعم بعد توظيف المرأة. واحدة من أهداف هالمحور تخفيض نسبة البطالة من 11 إلى 7%، بالإضافة إلى 10 أهداف أخرى. وطن طموح، يعني حكومة فعالة تشتغل زي الناس والعالم، وأنا وأنت نصير مواطنين مسؤولين دون ما نلبس بشوت. هدف من أهداف هذا المحور زيادة دخل الحكومة اللي يجي من غير النفط من 163 مليار إلى 1 تريليون ريال، وبنزيد عدد المتطوعين إلى 1 مليون متطوع، وأربع أهداف أخرى. طيب عشان تتحقق هذه الأهداف، لقيت أن الرؤية حددت نقاط قوتنا الحالية عشان نركز ونستند ونستفيد منها، وسمتها ركائز. إيش هي الركائز؟ أن السعودية العمق العربي والإسلامي وقوة استثمارية رائدة ومحور ربط القارات الثلاث، وحطت برامج تنفيذية تساعد في تحقيق الرؤية مثل برنامج التحول الوطني، التوازن المالي، وبرامج أخرى قادمة مثل التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو وغيرها كثير. كل برنامج من هذه البرامج هو خطوة في طريقنا عشان نوصل 2030. شف شف يا أبوي، زبدة سالفتنا اليوم إن عندنا حاليا ركائز بننطلق منها، وبرامج تنفيذية بنطبقها خلال السنوات الجاية عشان نحقق أهداف كل محور من محاور الرؤية. في الحلقات الجاية بنحاول نفهم أكثر، فإذا عندك شيء بالش فيه في الرؤية جبه نقول به، بس ها لا تنسى تشترك بالقناة. نشوفك الحلقة الجاية.